رجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة. قدمنا الأجار المانجو زي ما حضراتكم شايفينه كده، بقلبه بس شوية كده أول ثلاث ساعات ولا حاجة، وبعد كده بيبقى تمام جدا. المانجا هتنزل السوائل اللي فيها وحضراتكم هتشوفوها بشكل أجمل، وهتبقى كل ده هتاخد من بعضها. أنا قلت لحضراتكم أنا ما حبيتش أحط ملح فيها زيادة، حطيت معلقة واحدة في الصوص اللي كان تحت اللي كان فيه الزيت وحبة البركة وبذور الخردل والمجموعة التوابل اللي احنا حطيناها، معلقة واحدة كبيرة، وقلبتهم كويس جدا، وبعدين أضفتهم على البرطمانين اللي حضراتكم شفتوهم دول. كده عملنا أجار المانجو زي ما انتم شايفينهم كده، ده أجار المانجو. إن شاء الله حضراتكم تجربوه كده، حتى لو في مانجايتين ولا حاجة، وقولوا لنا رأيكم إيه فيه لما تجربوه. يعني خلال أسبوع كده تاكلوه يبقى بألف هنا وشفا إن شاء الله. طيب هنعمل بقى دلوقتي، عشان ده أصدقائنا طلبوه بالاسم، فأنا طبعا يعني حبيت إن أنا أعمله. هنعمل أجار الليمون، أو هنعمل الليمون ده على الطريقة الهندية والباكستانية. ترى بيحطوا له توابل إيه وبيعملوه ازاي؟ اولا بيختاروا الليمون الاخضر، مش زي حالاتنا احنا بناخد الليمون الاصفر، لان هو مفيد جدا. اولا في نسبه كالسيوم جدا عاليه جدا، فيتامين سي، وبيمنع تكون حصوات. بصوا الليمون الاخضر ده كمان مهم كمان للناس اللي عندهم مرضى كوليسترول. طب الناس اللي عندهم مرضى في قرحه المعده مفيش داعي يعني يكثروا منه، خصوصا لما بيبقى بسكر بينزل حمضي. بيقوي المناعة، بيحفز الكولاجين كمان. عايزة أقول لكم يعني هو ليه فوائد كتير. تعالوا بقى كده نقول بسم الله. هاخد كده إيه سباتولا، بلاش دي، أخد الخشب أحسن، عشان إيه لو حطيت ألوان كاري وكده ما تصبغش الحاجات. وبعدين لو المعالق الخشب دي عند حضراتكم لقيتوا لونها كده مش حلو، أو كان فيها ألوان من التوابل، هنعمل مية بتغلي فيها بيكربونات الصودا، وهنحط الحاجات دي فيها ونسيبها تغلي كده لمده ربع ساعه ثلث ساعه، ترجع نظيفه جدا وجميله جدا ما فيهاش اي حاجه، ترجع لون الخشب طبيعي. طيب نقول المقادير، يلا بينا نقول المقادير. بسم الله. لو هعمل كميه من الليمون مثلا هقول 2 كيلو ليمون هقطعه، لو الليمونه كبيره هنقطعها 4، لو الليمونه صغيره هيبقوا نصين. خلاص عندي حلبه مطحونه، عندي كزبره جافه، الحلبه الحصى بس مطحونه. طيب عندي زنجبيل، عندي كزبره جافه، عندي خردل حب، عندي زيت نباتي، وعندي زيت خردل، وعندي خل. انا هضيف برضو معلقه عصفر او معلقتين، هم ما بيحطوش العصفر، دي الحاجه الوحيده اللي مش بيحطوها، لكن بيحطوا الكركم والكاري والبابريكا، بيحطوا سكر، بيحطوا ورق لورا، بيحطوا كمون وملح وفلفل. تعالوا بقى كده نقول بسم الله. نفس الفكره، بنشوح وندي التوابل دي الايه، نطلع منها الزيوت الطبيعيه بتاعتها. طبعا زيت الخردل موجود عند العطار، هنجيبه هوري حضراتكم. هنخلط بين زيت الخردل والزيت النباتي. حلو الكلام. طيب بسم الله، هاخد كده اول حاجه هضيفها زيت الخردل. بسم الله. ده بقى على الطريقه الهنديه والباكستانيه، شايفين لون زيت الخردل اهو، مش عايزين كتير. وهضيف زيت نباتي، لو عامله لحد 10 كيلو هحط ازازتين كبار كده زيت النباتي. ومعانا استاذه فاطمه رجعت لنا من اسكندريه، يا اهلا وسهلا. بذور الخردل، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي استاذه فاطمه. اهلا وسهلا. اتفضلي سامعاكي. اسال على البسبوسه بالمكسرات. الايه حبيبه؟ البسبوسه؟ انا ولا اسمع. البسبوسه بالمكسرات؟ احنا لسه كنا عاملينها ساده، وننزل لك مقاديرها على عنينا. حاضر. تمام. وكنت عايزه اكلم دكتور علاء. بخصوص ايه؟ يا بنات لو سامعين قولوا دكتور علاء. حاضر، قولي لو ليكي اي سؤال وانا اساله لك، والفقره الجايه او الحلقه الجايه يرد عليكي من عينيا. يا فاطمه. هو انا بس انا استخدمت المنتج ده، انا استخدمت المنتج. تمام. ممكن يعني استرسلي. ايوه تمام سامعاكي. انا كنت عايزه اساله امن ولا لا؟
ماشي قولوا لي انتوا طالما سامعين. ايوه وبعدين؟ مش هينفع اكلمه، يعني اعمل مداخله. ينفع طبعا، ممكن حضرتك تسيبي رقمك في الكنترول واول ما يبقى معانا دكتور علاء على الهوا هنتصل بيك يا فاطمه. حاضر يا فاطمه، حاضر، خدوا رقمها لو سمحتوا من عينينا يا فاطمه. حاضر، بس يا ريت بعد كده بيكلمينا اسرع، احنا سامعينك فانت قولي. طيب انا حطيت الزيت الخردل وحطيت عليه زيت نباتي، وبعدين نزلت ورق الغار او ورق اللورا، حطيت الحبوب المستردة ونزلت حلبة مطحونة، حطيت رشة من الكمون، ما كترتش من الكمون، كزبرة الخضراء، كزبرة أسفل الجافة، فوائدها كتير برضو، يعني فيها برضو فيتامين سي، تخيلوا بوتاسيوم، فيها نسبة حلوة من الفيتامينز. تعالوا طب ناخد فريدة. يا فرودي، ألو، أنا سامعاكي يا فريدة. ألو، طب حاولي تكلمينا تاني يا فريدة. لا أيوه أنا معاكي. اتفضلي حبيبتي، أهلا بيكي. أهلا بيكي. هو أنتي عظيمة؟ حبيبتي اتفضلي، أنتي على الهوا اتكلمي. طيب انا عايزه طاجن السمك بالسمك القرميط. السمك القروس، حد يوضح لي ما كنترول لو سمحتوا. اوكي حاضر، من عينينا القرميط. حاضر من عيني. حاضر يا حبيبه قلبي. طب بصي عايزه اقول لك حاجه كمان حبيبتي، احنا سامعينك اتفضلي روح قلبي. والله اتكلمي بس انا نفسي اسمعك. هنحط شرايح الثوم. مين؟ هنقلب تقريبا كده حلوة. أنا متشكرة ليكي حبيبتي مداخلتك، بس بجد صوتك بعيد جدا واطي جدا. أرجو إن أنت تكوني عارفة أنت عاوزة إيه. وإحنا بالنسبة لنا هنزل لك حاضر من عيني طريقة سمك القراميط، بس بجد يا جماعة أرجو إن اللي يتصل يعني نحترم ان احنا في ناس بجد قاعده متابعه، في ناس قاعده بتشوفنا، في ناس قاعده منتظره انها ما نضيعش وقتها، ولا احنا عايزين نضيع وقت البرنامج، فارجو بجد لو في حد لسه مرتبك او مش عارف يتكلم على الهوا سيبوا اللي انتوا عاوزينه للناس اللي في الكنترول، وهم هياخدوا الطلب وهيبلغوني بيه وانا من عندي والعندي. طيب هنزل كده كميه الليمون. طبعا كل ده احنا لسه ما حطيتش خل. هندي كده ايه الليمون ياخد يعني تقليبه حلوه كده. معانا مين؟ هبه من القاهره، اهلا وسهلا. ازيك يا شباب؟ اهلا بيكي يا هبه، اهلا وسهلا. جميله المخلل الحلو دي، حلقه المخللات بقى النهارده ان شاء الله. حبيبتي تسلمي لي عليها. يعني ده انا كنت طلبت من حضرتك مخلل المانجا. انا بشكرك حبيبتي والله، ويعني ميرسي ان ربنا كان الحظ حليفي وشفتي الحلقه. جميله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب. تسلمي، تسلم ايديكي عليها وعلى الليمون برضو، يعني في شويه حاجات كده، وعلى الطريقه الباكستانيه دي جميله برضو. جميله والله، ليهم طعم سبحان الله كده مختلف، بس مفيد برضو وليه تيست مختلف عننا. بس هي المانجا حطيتي عليها ميه ولا ايه اللي اتحط؟ ولا حاجه خالص كده يعني. هنخليها، هقول لك بصي، اجار المانجا ما بيتضافش عليه ميه ولا اي حاجه، احنا حطينا نص كوبايه الخل، حطينا كميه من الزيت النباتي وشوحنا بيها الحاجات بتاعتنا كلها، وبعدين ضفت عليها الملح في الاخر ورحت مغلفاه. هتلاقي المانجا بعد ما بتبدا تدخل في السوى هتسرد الميه بتاعتها، هو كده تمام. وانا ليه قفلت بكيس تحت؟ علشان امنع دخول الهواء ولا يجرى له حاجه، وهو ان شاء الله مش هيجرى له حاجه، لان هو اصلا في حلبه وفي مواد حافظه كتير. وهتلاقيه خلال اسبوع نزل سوائل، هتلاقيه كده جواه سوائل رائعه من المانجا نفسها مع توليفه التوابل دي، فمش محتاج ميه خالص خالص خالص، مش زي مخللاتنا يعني، احنا مخللاتنا بس اللي بنضيف لها ميه. العفو حبيبتي، شرفتيني ونورتيني. طيب هنقلب بقى، بصوا بقى الحاجات الجميله دي، بصوا هنغلف بقى الليمون ده
انا حطيت الخل وطبعا كميه الزيت حلوه قوي. معلش انا هدخل دي هنا وهرمي دي بقى خلاص. هنعمل ايه بقى؟ هنهدي نار قوي قوي. يعني ايه الليمون ده؟ ممكن فيه حاجه من الاثنين، لازم يبقى نص سوا. فانا ههدي نار وهغطي وهنشتغل في حاجه تانية واحنا مع بعض، وبين المره والتانية بنقلبه كده مع يعني سوا، وبعدين هنبدا نغلفه ونحطه فيه برطمانات وتمام. وناخد معانا واحنا ايه بنبدا كده قبل ما نبدا في الوصفه الجديده، ناخد الاسم الجميل ده، روضه. روضه من القاهره، اهلا يا روضه. اهلا، ازي حضرتك؟ ايه الاسم الجميل ده ما شاء الله؟ ربنا يخلي حضرتك، انا بحب حضرتك قوي. يا حبيبه قلبي انا اسعدني والله ان انا سمعتك النهارده وسمعت الاسم الحلو ده. انا طالبه من حضرتك طلب. اموري. انا نفسي اكلم كابتن محمود الخطيب قوي. يا حبيبه قلبي يعني اتمنى يا رب يكون سامع ده. وممكن على فكره، طب انت عايزه تبلغي رساله معينه؟ احنا يعني اتمنى يكون كابتن محمود سامعك، وان شاء الله اكيد يعني تتواصلي معاه قريبا باذن الله. طيب اسمحوا لنا بس نطلع لفاصل عشان نرجع. انا هديت النار خالص وسبت الليمون ياخد بس تسويه على البخار خفيفه جدا، وهنستسمح حضراتكم نطلع الاستراحه. نرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفه جميله من العراق، وتحيه لكل اهل العراق اللي بيتابعونا. ونرجع نشوف بيعملوا الخيار المخلل الجميل بتاعهم ده ازاي بعد الفاصل ان شاء الله.